القرآن الكريم احتوى على قيم، واحتوى على تشريعات، واحتوى على أصول، واحتوى على أحكام. الآن هذه الكلمة الأخيرة التي من خلال هذه الكلمة تقيم هذه الرسالة، من خلال هذه الكلمة يقيم دور هذا الرسول، أن هذا الرسول ما هو هدفه، ماذا يريد، ما هو دوره. تأتي هذه الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.